10/10/2013 الرستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عم؟ الله يحفظك يا عم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شلون عايشين هون بالرستر؟ فيك تحكي لي عم فيك شرح لي شو وضعك؟ شو عايشين يا عم؟ عايشين تحت القصر، تحت الدمار. ما خلى بيت بالرستر، ما خلى بيت بالرستر هذا بشار البطة إلا الخائن الخائن، الخائن بالخائن. باعوا البلاد وباعوا العباد، دمروا البلاد. ما خلى بيت برسن إلا ما تدمر. وين ما رحت بتلاقي بيوت نازلة فوق أصحابها، ناس قطعت جريها، ناس قطعت، ناس انشلت، لك ناس انعمت عيونها. بسم الله ونعم الوكيل. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدنا نعمل؟ وين بدنا نروح؟ طيب هذا الدمار برسن مشان القصف، شلون القصف عم يصير على الرستن؟ فيك تشرح لي؟ بشكل دائم ما بتحس تدري إلا خير القذيفة نزلت بوب. يعني عشوائي؟ عشوائي، ما مميز بين والي وبين معارض وبين مسلحين وبين مدنية وأطفال. أطفال أكثر المصابين أطفال يا عم، أكثر المصابين أطفال ونسوان قاعدين ببيوتهم. وين بتروحها؟ القصف على مين عم يقصف؟ أنا عم نعرف شو اللي بده، ما بنفهم على شو بده. يعني شو بده؟ دمر البلد، ما خلى بيت، ما في شارع صار ساق تمشي فيه، لا في مي، لا في كهرباء، لا في فضغة، لا في، ما في شيء. طيب مشان الاوضاع المعيشيه انتوا شو عم تدبروا امركم؟ شو عم تدبروا حالكم؟ مشان الخبز مشان والله المي. عايشين من قله الموتر يا عمي. العالم عم تكسر خبز يابس وتكسر شو تاكلوا؟ خبز يابس عم ناكل، ما في لا خبز، لا غاز، لا كهرباء، ما في شيء بالبلد، ما في شيء. بسم الله. شوف العالم. طيب انتوا هون بالرستن بهالظروف القاسيه اللي عايشينها، شو الشيء المحتاجين؟ شو متطلباتكم انتم؟ كل شيء اصلا ما في شيء موجود، ما في وسيله من وسائل المعيشه للناس موجوده في الافلاقيه. ما في الخبز، ما في كهرباء، ما في مي، ما في غاز، ما في لا خضره بدنا نروح نجيب طبخه للاولاد، ما في. بين الله. طيب شو توجه كلمه للمجتمع الاسلامي اللي يعني يشوف هالشيء والحاله اللي انتم عايشين فيها؟ وجه كلمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وخاصة في دول الخليج. هاي الدول اللي الله منعم عليها وعندها أموال وعندها شو اسمه، شوفوا وضع أخوانكم في سوريا. نحن عم نموت من الجوع، من قلة الأدوية، من قلة من القصف، من الدمار. شفنا كذا حالة بالمعظمية عم بموتوا من الجوع، من قلة التغذية، حليب أطفال، ما في حليب أطفال، الأطفال عم تموت من القليل. مقلة الأكل، مقلة التغذية، مقلة الدواء، ما في دواء، ما في أدوية. والدمار والقصف ليلا نهارا، ما بنحس بالليل بالنهار صبح. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. وين بدنا نروح؟ يا مسلمين، لك يا مسلمين شوفونا، لك شوفونا يا عالم، شوفونا. بين الله يا عم، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مدينة الرستان 10/10/2013 وأنا بهدايا المدينة.